ننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل إخوتنا المستمعين، فيسأل صاحب هذه الرسالة ويقول: ما الحكم في من يقول إن هذه الأشياء خلقتها الطبيعة؟ الذي يرى أن الأشياء خلقتها الطبيعة يكون كافرا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، فالخلق مختص بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر هذا الكون. الذي يرى أن أحدا يخلق شيئا مع الله سبحانه وتعالى يعتبر كافرا مشركا في الربوبية، لا الطبيعة ولا غيرها تخلق مع الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، أم لهم شركاء. قال تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قال سبحانه وتعالى: هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالله جل وعلا هو الخالق، فمن اعتقد أن أحدا يخلق مع الله الطبيعة أو غيرها، أو أن الطبيعة هي التي تخلق الأشياء، فهذا بخوف من الخالق سبحانه وتعالى، إنكار للخالق سبحانه وتعالى، وهذا تعطيل وكفر أشد الكفر، من أشد أنواع الكفر والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تتردد هذه العبارات على ألسنة بعض الناس نتيجة الجلوس مع أناس معينين، أو الاستماع إلى وسيلة من وسائل الإعلام، أو قراءة كتاب من الكتب، هل من كلمة يا شيخ صالح؟ الواجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه ولا سيما العقيدة، يعرف العقيدة الصحيحة ويعرف ما يضادها من الاعتقادات الباطلة، من أجل أن يكون على حذر من الوقوع في ما يخل بعقيدته أو يبطلها. المجالسة لها تأثير من الشك، على المسلم أن يجالس أهل الإيمان وأهل العلم الذين يزيدونه بصيرة ويزيدونه إيمانا ويزيدونه علما وعملا، وأن يتجنب مجالسة الملاحدة ومجالسة الجهال ومجالسة الأشرار، لأنهم يزيدونه جهلا وشرا وقد يحرفونه عن الإيمان إلى الكفر. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فلا شك ان الجلساء لهم تاثير على مجالسهم، قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، لا يفقد من جالسه وصاحبه، لا يفقد الفائده، اما ان يحصل على شيء من المثل الذي معه ببيع او هبه، واما ان يجد رائحه طيبه على الاقل مده صحبته له. وشبه صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافس الكير، الذي يجلس الى نافس الكير لا يفقد الاذى، اما بان يخرق ثيابه بما يتطاير من الشرر، واما ان يجد رائحه كريهه عنده وقت جلوسه. وكذلك من يجالس الأشرار، إما أن يتأثر بهم إن كانوا صالحين تأثر صلاحا، أو يتأثر بهم إن كانوا سيئين يتأثر بالسوء.